وافق مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية في المراكز والمستشفيات الطبية. التقرير يتضمن 25 توصية لتحسين جودة هذه الخدمات وتقديم حلول للتحديات التي تواجه وزارة الصحة، حيث تمت الموافقة على صيغته النهائية وإحالته إلى الحكومة، في حين وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. قمنا بالرد على كثير من الملاحظات اللي وردت في التقرير، وأيضا هذه الملاحظات بعضها تم الأخذ بها من قبل وزارة الصحة وتجاوزناها، وخاصة في بعضها منها توصيات بناء على هذه الملاحظات. والملاحظات والتوصيات اللي قدمت بعضها تم تنفيذها وبعضها إن شاء الله بيكون جاري لتنفيذها، وحسب قرار المجلس بأنه راح يقدمها إلى الحكومة لهذه التوصيات، وإن شاء الله يكون تدرس كثير من الأمور فيها ويتم تنفيذها. تماشيا مع رؤية البحرين 2030 ودعم القيادة الرشيدة على رأسهم جلالة الملك الله يحفظه ويطول عمره وسمو رئيس وزراء ولي العهد، من أعطاء هذا الملف الأولوية القصوى، ومجلس النواب أيضا رأى منذ بدايته في 2014 الاهتمام اللامحدود من خلال برنامج عمل حكومة، الاهتمام في هذه المسألة ألا وهي تطوير الأنظمة الطبية وتقديم أفضل الوصول والخدمات للمواطن البحريني. لجنة التحقيق أهدافها الأسمى أنها تصل إلى خدمة المواطن البحريني وحصولها على الخدمات الطبية على أرقى وأحسن وأسمى خدمات موجودة.